في الوقت اللي كان العالم كله مستني يشوف نتائج ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكمان في الوقت اللي كانت الدول العربية بتستعد لاتخاذ قرار بخصوص وضع فلسطين المرتقب بعد انتهاء الانتداب البريطاني، وفي أثناء انعقاد القمة العربية في إنشاص بمحافظة الشرقية في مصر سنة 1946 بعد سنة واحدة من تأسيسها، عشان ياخدوا القرار المصيري في قضية العرب الكبرى وقتها وهي فلسطين. كان على الجانب الآخر من الاجتماع ده ناس مستنية تسمع قرارات ونتائج القمة دي قبل ما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. الكل في تل أبيب ومكاتب الوكالة اليهودية في العالم، كل يهودي صهيوني كان مستني يعرف نتيجة اجتماع العرب. الكل بلا استثناء كان مستني رسالة منها، من يولاندا هارمر، أو زي ما أطلق عليها الصهاينة ماتا هاري اليهودية. وطبعا ماتا هاري كانت من أشهر الجواسيس من النساء في فترة الحرب العالمية الأولى، وأكيد كلنا سمعنا عنها. كان كل واحدة فيهم بتجيد فن الإقناع والتأثير على كل اللي حواليها، بس طبعا التشابه الأكبر ما بينهم الاتنين إنهم استخدموا تأثيرهم الأنثوي وجمالهم في السيطرة على الرجالة واستخراج المعلومات منهم. يولاندا الشقراء الجميلة المثقفة اللي اتنقلت بكل سهولة في أوساط المجتمع الراقي في القاهرة وفي الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار في مصر، كانت بتتعامل بعفوية جدا زي بنات جيلها من الطبقة الأرستقراطية، وكأنها واحدة بس بتحب الحياة والشرب والرقص. بس ده كان مجرد قناع مخبية تحتيه الحقيقة بأنها ست ذكية وقوية وجريئة ومستعدة تعمل أي حاجة في سبيل خدمة قضيتها الصهيونية. يولاندا جاباي أو يولاندا هارمر، وده الاسم اللي أخدته نسبة لاسم عيلة جوزها التاني. اتولدت سنة 1913 في مدينة الأسكندرية قبل سنة من بداية الحرب العالمية الأولى. كان أبوها إيطالي هاجر من إيطاليا على أسكندرية، وتجوز من أمها فورتوناتا التركية اليهودية، وكانت يولاندا هي الطفلة الأولى من الجواز ده. ولما كبرت شوية البنت يبعتها أبوها لباريس عشان تدرس هناك، ومجرد ما خلصت دراستها الثانوية ترجع من تاني على مصر عشان تستقر مع عائلتها. اتجوزت للمرة الأولى وهي عندها 17 سنة من شاب فرنسي اسمه جاك دي بيتون، وأنجبت منه ولد اسمه جيلبرت، وبالمناسبة هو أبو الفيلسوف والكاتب الفرنسي ألان دي بيتون، واللي لسه على قيد الحياة ومن مشاهير الأدب في فرنسا دلوقتي. ويستمر جواز يولاندا لمدة 4 سنين عشان ينتهي بعدها بالانفصال في فبراير سنة 1935. وفي صيف سنة 1942 تبدأ حياة يولاندا تاخد شكل مختلف تماما. في الوقت اللي كان جيش رومل الألماني بيتقدم في اتجاه الأسكندرية، قررت يولاندا زيها زي كتير من اليهود في الوقت ده إنها تسيب مصر وتسافر مع ابنها على القدس، وهناك تتعرف على الفكر الصهيوني الحقيقي على ايد مجموعة من القادة الصهاينة، كان من بينهم موشيه شريت سكرتير الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، وإلياهو ساسون نائب مدير المخابرات في الوكالة. واسمحوا لي أكد هنا اننا بنتكلم عن سنة 42، وبنقول ان كان في حاجة اسمها مخابرات في الوكالة اليهودية، يعني الناس دي أسسوا المخابرات واشتغلوا على أعمال التجسس من قبل ما تقوم دولتهم أصلاً. يعني فعلا ممكن نقول ان اسرائيل هي دولة اسسها جهاز مخابرات، مش العكس زي ما حصل وبيحصل في اي دولة في العالم. المهم نرجع من تاني ليولاندا ونقول انها خلاص، ومن بعد نزولها على القدس وقربها من الوكالة اليهودية هناك، بدأت رسميا تآمن وتدافع عن الفكر الصهيوني، وده طبعا كان في الوقت الحاسم والمهم جدا في تاريخ المؤامرة الصهيونية على ارض فلسطين. وكانوا عارفين كويس ان مواجهة ما بين العرب واليهود حتمية ومفيش مفر منها ابدا، وعشان كده كان لازم ولابد يحصلوا على المعلومات وبأي طريقة عشان يستعدوا صح للمواجهة دي. فترجع يولاندا من تاني على مصر، بس المرة دي بأفكارها الجديدة، وترجع لنشاطها الاجتماعي في الأوساط الراقية، وتقرب كمان من كل طبقات المجتمع في القاهرة واسكندرية، وده كان من خلال ستار اخدته لنفسها كمراسلة صحفية لعدد من الصحف العالمية. وبالشكل ده كانت يولاندا بتبعت تقاريرها الصحفية وبشكل رسمي عن كل حاجة بتشوفها وتسمعها في الحياة اليومية المصرية أو من الأوساط الراقية اللي كانت قريبة منها جدا. وفي خلال زيارة قام بيها موشيه شريت وإلياهو ساسون لمصر سنة 45، اتجندت يولاندا وبشكل رسمي كوكيل العمليات في الدائرة السياسية اللي كان تم إنشائها حديثا في الوكالة اليهودية، وأخذت الاسم الحركي نيكول. كانوا عايزين يخلوا مصر بالتحديد تحت المراقبة المستمرة، وخصوصا بعد ما تم الإعلان عن تأسيس جامعة الدول العربية. وكانت مهمة يولاندا الأولى والأهم هي مراقبة الجامعة العربية من الداخل ومعرفة قراراتها أول بأول، وخصوصا القرارات المتعلقة باليهود. وتبدأ نيكول أو يولاندا مهمتها وبكل حماس، وتقرر أنها تقرب من الجميع وبلا استثناء حتى الملك نفسه. وفي يوم من الأيام كانت بتتعشى في واحد من الفنادق، ويدخل الملك فاروق ومعاه الحشية بتاعته ويقعدوا على ترابيزة قريبة منها، فتقوم من ترابيزتها وابتسامة كلها أنوثة مرسومة على وشها، وتقرب من ترابيزة الملك وتقول له:
تقدر جنابك تقبض عليا وتسجني لو حبيت، بس دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن أكلم بيها صاحب السمو. وبعدين تعرفه بنفسها كمراسلة صحفية وإنها بتحاول بقالها كتير جدا تتكلم معاه عشان تاخد منه أحاديث صحفية، وفعلا تنجح يولندا في القرب من الملك وتكون مع الوقت من صديقاته المقربين. ويوم بعد يوم يزيد الشخصيات العامة والسياسية في مصر من المصريين والمسؤولين في الجامعة العربية اللي كانوا مفتونين بالجميلة الشقراء يولندا. ومن ضمن الشخصيات دي كان السيد تقي الدين الصلح، المساعد الأول للسيد عبد الرحمن عزام اللي كان أول أمين عام للجامعة العربية. كان تقي الدين الصلح، واللي بالمناسبة بقى رئيس وزراء لبنان في فترة أوائل السبعينات، كان بيعشق يولندا ومفتون بيها لأبعد الحدود، وكان بيحاول دايما يكون جنبها ويعزمها على العشاء في أفخم الأماكن، وكان بيسهل ليها كمان مهمتها الصحفية ويساعدها على إجراء مقابلات مع القادة والسياسيين العرب. وتأثير يولندا ما كانش بس مقتصر على العرب، لا ده كمان توصل بتأثيرها للدبلوماسيين الأجانب، وعلى سبيل المثال السفير السويدي في مصر اللي كان قبل ما يعرفها مش فارقة معاه أبدا القضية الصهيونية، ويمكن كمان كان رفضها، ولكن بتأثير يولندا عليه بقى من أشد المتعاطفين مع قضيتهم، وكمان بيدافع عنها في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية. وتمتد علاقات يولندا بالدبلوماسيين الأجانب في مصر للأمريكان كمان والفرنسويين، وتتشعب أكتر وأكتر وتوصل لصحفيين كبار في جريدة الأهرام المصرية وأكتر من صحيفة تانية. كانت يولندا حرفيا عاملة زي الأخطبوط، ليها دراعات كتير في كل حتة، من أول بلاط الملك لحد الدوائر الحكومية البسيطة. وعلى الرغم من امتلاك يولندا لجهاز لاسلكي كانت بتبعت عليه المعلومات، إلا إنها في أوقات كتير كانت بتسافر بنفسها للقدس أو أوروبا عشان تسلم المعلومات شديدة السرية بشكل مباشر لأفراد الوكالة. وفي الوقت اللي كانت المؤشرات كلها رايحة في اتجاه إلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والدول العربية كلها في حالة تأهب لاتخاذ القرار المناسب لاسترداد الحقوق الفلسطينية، كانت الوكالة اليهودية على أتم استعداد لأي قرار، وما كانش ناقصهم بس غير إنهم يكونوا عارفين المعلومات بشكل مسبق من الطرف العربي عشان بس يكونوا جاهزين هم بالرد المناسب. وكانت يولندا هناك في الاجتماع الأول والتاني للجامعة العربية، وتنجح في الحصول على نصوص القرارات الصادرة عن الاجتماع ده في ديسمبر سنة 47 وفبراير سنة 48، وتتاخد محاضر الاجتماعات دي كلها وتترجم للعبرية وتتبعت للوكالة اليهودية. نقدر نقول إن يولندا كانت وصلت من السيطرة على الجامعة العربية إنها تقدر تحصل على نصوص القرارات قبل ما توصل لأمين الجامعة نفسه وفي صورتها النهائية. وتنجح كمان يولندا في نقل معلومة بأن أمين الحسيني مفتي القدس قدر يقنع مجلس الجامعة العربية بفكرة جماعات للمقاومة المسلحة على أرض فلسطين ضد عصابات الصهاينة. وتقدر كمان من خلال اتصالاتها تنقل معلومة أن القادة العسكريين للدول العربية حضروا اجتماع لمجلس الجامعة، وأنه بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وافقت كل حكومات الدول الأعضاء على أن هم يضحوا بكل المصالح السياسية، وأن الجميع بلا استثناء يتفق في سبيل إنقاذ فلسطين. وتوصل المعلومة دي للوكالة تقريبا قبل ما الاجتماعات تكون انتهت أساسا. وفي يناير سنة 1948 تنجح يولندا في الحصول على الخطط العسكرية من المصريين والدول العربية المشاركين في الحرب اللي كان بيتم التجهيز ليها في فلسطين، وتروح بالخطط دي وبنفسها للقدس عشان توصلها يدا بيد للوكالة، ويطلب منها بن جوريون ما ترجعش من تاني على مصر، إلا إنها رفضت أولاً عشان كانت سايبة ابنها هناك، وثانياً عشان كانت شايفة إن وجودها في مصر في الوقت ده هيكون فايدته أكبر لخدمة قضيتهم، وفعلاً تصمم على رأيها وترجع من تاني على مصر. وتنجح يولندا في مصر في واحدة من أعظم عملياتها في التسلل لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بنسخ البرقيات السرية اللي بعتها القائم بالأعمال في السفارة جيف باترسون لوزارة الخارجية في بلده. وكانت واحدة من الرسائل دي فيها معلومات عسكرية عن عدد التونسيين والجزائريين اللي انضموا للقوات العربية اللي بتحارب في فلسطين. وتحصل يولندا كمان ومن خلال ضابط بريطاني في مصر على معلومات مهمة عن العلاقات السرية والمشبوهة ما بين الجيش البريطاني والأردنيين. باختصار كده المعلومات اللي كانت بتجيبها يولندا كانت دايما معلومات في الصميم، وبتكون دايما معلومات استراتيجية مفيدة جدا للصهاينة، وبطبيعة الحال كانت بتضرب العرب في مقتل. وفي الوقت ده تبدأ حملات التصعيد في مصر ضد اليهود في الصحف والطيارات الشعبية، وخصوصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اللي بدأوا وقتها في التشكيك وعلنا في حقيقة يولندا، وكانوا بيقولوا إن لسه في مصر في ست صهيونية بتتجول وبمنتهى الحرية في دوائر صنع القرار العربي. وفعلا وفي يوليو سنة 1948 يتم القبض على يولندا للاشتباه فيها، وتتحط في سجن مخصوص. سجن مخصوص جدا كان دليل على ان اصحابها بره السجن مش ناسينها ابدا، سجن كان بيجيلها فيه الاكل يوميا من افضل مطاعم القاهرة، ويجيلها الجرائد اليومية، والزنزانة اللي كانت فيها كانت من انضف ما يكون.
وبعد ما تدخل يولاندا السجن يطير إلياهو ساسون على باريس عشان يعمل صفقة لإطلاق سراحها مع ضابط مصر كبير، وفعلا تخرج يولاندا من السجن بعد شهر واحد من اعتقالها. وبعد ما تخرج من السجن ما تقعدش في مصر كتير بناء على قرار نهائي من الوكالة اليهودية، وتفتح إسرائيل مكتب في باريس كان الظاهر بتاعه هو تنسيق الاتصالات مع الدول العربية، ولكن الجانب الخفي من المكتب ده كان بالتأكيد هو أعمال التجسس بكل أشكالها. وطبعا يطلب إلياهو من يولاندا تشتغل معاه، وفعلا تشتغل معاهم ومن باريس، وترجع اتصالاتها بالقادة والمسؤولين اللي كانت تعرفهم من العرب، وتتواصل من تاني مع أصحابها من كبار الصحفيين المصريين في جريدة الأهرام وغيرها من الصحف المصرية، وتسعى كمان لتكوين صداقات جديدة مع المسؤولين المصريين والعرب الموجودين في باريس. وتستمر يولاندا في تقديم المعلومات القيمة للصهاينة ومن باريس زي ما كانت بتعمل في مصر بالظبط. لا، وكمان كانت بتحضر في العلن أي اجتماعات للوفود الإسرائيلية في باريس، كانت بتحضرها مش بصفتها الصحفية أبدا، لا، كفرد من أفراد الوفود. وفي باريس تتصاب يولاندا بمرض خطير، تدخل بسببه المستشفى وتعمل عملية كبيرة قضت بسببها 5 شهور فترة نقاهة في المستشفى. وبعد ما تخرج من المستشفى تاخد أغرب قرار ممكن يتاخد بعد الظروف اللي مرت بيها دي، وهي إنها ترجع من تاني على مصر وتشتغل من هناك. كانت الأمور هديت نوعا ما في مصر ناحية يولاندا، ما وإحنا طبعا معروفين إننا بننسى بسرعة، لدرجة إننا بننسى إن في شخص اتقبض عليه للاشتباه في تجسسه لحساب الوكالة اليهودية، وكمان يتشاف في باريس من ضمن الوفود الصهيونية، وفي الآخر وبعد ده كله يرجع على مصر عادي جدا، والأغرب إنه يتم استقباله بشكل طبيعي وكأن مفيش حاجة حصلت، وتشتغل من تاني في مصر زي ما كانت بتعمل قبل كده بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي منعتها من الاستمرار في مصر ما كانش أبدا الرفض السياسي لوجودها قد ما هو كان الرفض الشعبي اللي بقى حاصل وبشدة في أوساط المصريين لكل من هو يهودي بعد المجازر اللي كانت بتحصل في فلسطين على إيد عصابات الصهاينة. فتقرر يولاندا انها تسيب مصر والمره دي بلا رجعه، وترجع على القدس مع ابنها وتعيش هناك وتشتغل في قسم التشريفات في وزاره الخارجيه الاسرائيليه. بس بكده تكون اهميتها انتهت خلاص بالنسبه لاسرائيل، وخصوصا ان صحتها كانت بدات مع الوقت تتدهور مره تانية ويبدا السرطان ينتشر في جسمها. بس المره دي ما يقدرش الدكاتره ينقذوها، وتموت يولاندا في القدس سنه 1959، ويتعمل باسمها نصب تذكاري في القدس، ويوصفها قادة إسرائيل بأنها ساهمت أكتر من أي شخص تاني في تأسيس دولة إسرائيل. ده وصف الصهاينة ليها. تفتكروا بقى إحنا العرب ممكن نوصفها بإيه بعد كل اللي عملته فينا ده؟ ونتقابل في حلقة جديدة وملف جديد من ملفات أصعب وأغرب عالم، وهو عالم الجاسوسية والمخابرات. ولو حابين تشرفوني بالاشتراك في القناة ياريت ما ننساش نفعل التنبيهات للكل عشان نسمع مع بعض الملف الجاي ونعرف سوا هيكون عن مين وفين. شكرا على حسن استماعكم، وكان معاكم احمد شوقي.